رقصه الموت اعزائي حديثنا اليوم عن اخطر رقصه في التاريخ انها رقصه سلومه ابنه هيروديا وفيلبس التي تلقنت من امها الشريره التي كلفت راس واحد من اعظم الانبياء وهو يوحنا المعمدان ان هذه القصه موجوده في انجيل متى وفي انجيل مرقس وفي انجيل لوقا ايضا ويا لها من رقصه مكتوب فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاب لان قوما كانوا يقولون ان يوحنا قد قام من الاموات هذه الحادثه كانت في قصر هيرودس رئيس الربع على الجليل ملك شرير لقبوا يسوع المسيح بالثعلب لسبب دهائه وهو ابن هيرودس الكبير الذي قتل أطفال بيت لحم مكتوب أما هيرودس رئيس الربع فإذ توبخ منه لسبب هيروديا امرأة فيلبوس أخيه ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها زاد هذا ايضا على الجميع انه حبس يوحنا في السجن يوحنا المعمدان الذي وصفه المسيح اني اقول لكم ان بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان وكان يعتبر اعظم نبي سابق للمسيح لانه رد الكثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم وهيا للرب شعبا مستعدا كان يوحنا صوت الحق ورساله قداسه وبخ هيرودس وقال له لا يحق لك ان تاخذ زوجه اخيك المقصود فيلبس وهو بعد على قيد الحياه كانت النتيجه ان الملك سجن يوحنا كما فعل الملك صدقيا مع النبي ارميا قديما ان مشكله هيرودس ليس فقط الخداع والمكر لكن المظاهر لم يرد ان يحرج امام ضيوفه في يوم من الايام عمل وليمه تعبيرا عن كبريائه وعن غروره وكان مع هيروديا زوجته الغير شرعيه زوجه فيلبس لان هيرودس نفسه كان قد ارسل وامسك يوحنا واوثق في السجن من اجل هيروديا امراه فيلبس اخيه اذ كان قد تزوج بها لان يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل ان تكون لك امراه اخيك فحنقت هيروديا عليه وارادت ان تقتله ولم تقدر لان هيرودس كان يهاب يوحنا عالما انه رجل بار وقديس وكان يحفظه واذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور رقصت ابنه هيروديا على انغام الموسيقى رقصا خلاعيا مع شرب الخمر المسكر مكتوب دخلت ابنه هيروديا ورقصت فصرت هيرودس والمتكئين معه فقال الملك للصبيه مهما اردت اطلب مني فاعطيك واقسم هيرودس امام الحاضرين قائلا مهما طلبت مني لاعطينك حتى نصف مملكتي وعد بكلام متهور ومتسرع كان فيلبس أخو هيرودس وزوجة هيروديا هي ابنة أخيه أرستوبولوس كل الإخوة من أب واحد هو هيرودس الكبير ولكن كل واحد من أم مختلفة هيرودس الكبير الأب على الأرجح كان متزوج على الأقل من تسع نساء هيروديا كانت داهية مثل هيرودس أنتيباس وكانت طماعة وتريد أن تصل إلى مراكز الشهرة فطلق هيرودس أنتيباس زوجته التي هي ابنة الحارث ملك الأنباط في البترة التي هي اليوم في الأردن ثم هيروديا أغوت هيرودس بجمالها وسحرها وتزوجت به لكنها كانت تكره يوحنا لانه كان يكلم هيرودس من كلمه الله وكان يسر بالاصغاء له وكان ليوحنا مكان عند هيرودس لانه قديس وبار ونزيه لكن يوحنا لا يحابي الوجوه وتكلم من كلمه الله الحق كما هو مكتوب في سفر الشريعه واذا اخذ رجل امراه اخيه فذلك نجاسه قد كشف عوره اخيه يكونان عقيمين لكن هيروديا كانت مليئه بالحقد على يوحنا وجاءت الفرصه المؤاتيه لهيروديا للانتقام من يوحنا في ذكرى مولد هيرودس اللي عمل وليمه وطبعا تدور الخمر في الكؤوس ثم تتسلل إلى الرؤوس إضافة إلى الموسيقى والغناء والرقص الخلاعي دارت الخمر في رأس هيرودس وأمام الحاضرين سألها أن تطلب حتى لو نصف مملكته ليعطيها وجاءت فرصة العمر لهيروديا وقالت لابنتها سلومة التي استخدمتها كوقود لتغذيه نار حقدها على يوحنا اطلب راس يوحنا على طبق ولكن هيرودس لسبب الاقسام لم يرفض طلبها وجاءت براس يوحنا لقد تسرع هيرودس في الكلام وها يحصد العواقب الوخيمه ظل شبح وكابوس يوحنا يطارده لانه ظن ان المسيح هو يوحنا قام من الاموات اذ قتل دم بريء ولم يسعى الى حلول اخرى. نعم صوت دماء يوحنا تصرخ واصوات اخرى كانت تصرخ صوت الوطن ابن بلدك صوت الاخوه صوت الضمير صوت العداله صوت الشريعه التي تنهى على هذه الفعله. ماذا عن صوت العادات والتقاليد؟ لا يصح فعلها. بالنسبه ليوحنا كان يفضل ان يفقد راسه على ان يفقد ضميره. قطع راس يوحنا وقطع وسيله الاتصال بالله فانقطعت العلاقه بينه وبين الله. بعد ثلاث سنين وقف يسوع أمامه سر للغاية أن يراه وترج أن يري معجزة لكن يسوع لم يتجاوب معه فشعر هيرودس بالإهانة فاحتقر يسوع نعم رقص بسبب الخمر والقسم الفارغ قطع رأس يوحنا المعمدان إن هذه الحفلات تجعل الملوك تفقد توازنها بسبب الخمر وتقودها إلى قرارات خاطئة مثل الملك أحشويروس ملك الفرس الذي ملك على 127 كورة لم يستطيع أن يملك على نفسه الذي عمل وليمة عظيمة وعندما طاب قلبه من كثرة الخمر أمر أن يؤتى بزوجته وشتي الملكة ليتباهى بجمالها لكنها رفضت مما أدى إلى غضب شديد فطردها وخسر زوجته في إستير الإصحاح الأول مكتوب البطيء الغضب خير من الجبار ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة وايضا الملك بيلشصر ملك بابل الذي صنع وليمه عظيمه احضروا انيه الذهب التي من بيت هيكل الله وشربوا ودارت الكؤوس في الرؤوس فراى يد كاتبه على الحائط الملكي وكانت دينونه عليه وخسر مملكته في سفر دانيال الاصحاح الخامس أُعطيت مملكته لمادي وفارس اسمع نصيحة أم لمؤيل ليس للملوك يا لمؤيل ليس للملوك أن يشرب خمرا ولا للعظماء المسكر لأن يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المذلة سفر الأمثال إصحاح 31 اسمع نصيحه الحكيم لمن الويل لمن الشقاوه لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج لا تنظر الى الخمر اذا احمرت حين تظهر حبابها في الكاس وساغت مرقرقة في الاخر تلسع كالحية وتلدغ كالافعوان. نعم انها رقصة الموت التي كلفت راس يوحنا المعمدان وكلفت عذاب الضمير لهيرودس انها الغرور والكراهية والحقد التي تنفذ عندما تدور الخمر في الراس. كم من الممالك التي اندثرت، وكم من الملوك التي عانت كل انواع الاوجاع بسبب الحفلات، وكم من البيوت التي دمرت بسبب شرب الخمر والخلاعه والرقص الاباحي، كم حدث من ارتكاب خطايا الزنا بسبب الحفلات الخلاعيه والرقص الخلاعي الذي يثير الشهوه وشرب الخمر الذي دمرت اسر باكملها اذا كنت مدمنا تعال الى المسيح لانه كل من يفعل الخطيه فهو عبد للخطيه تعال ليحررك يسوع ويهدم كل الحصون التي تقيدك عندها يبارك قراراتك وكل ما تصنعه تنجح كان هيرودس في صراع داخلي واخلاقي بين شهوته الجنسيه نحو هيروديا وعذاب وتانيب الضمير نعم انها رقصه الموت التي كلفت موت يوحنا المعمدان واحد من اعظم الانبياء تعال الى يسوع المحرر الاعظم لتنال الخلاص الكامل والشفاء والحرية الحقيقية وبصلي من كل قلبي أن الرب يباركك